أعزائي المشاهدين، السلام عليكم وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج عيادة الإجرام. أسعد بصحبتكم وأتمنى أن تلقى موضوعاتنا وتلقى حلقاتنا إعجاب حضراتكم، وأتمنى التواصل الدائم بين قناة الصحة والجمال والمشاهدين الذين تسعى دائما لإرضاء إرضائهم بجميع فئاتهم وبجميع وكل طلباتكم. أعزائي المشاهدين، إحنا في هذا البرنامج كما تعودتم معنا نتناول علم الجريمة، نتناولها من الجانب النفسي، نتناولها من الجانب القانوني، نتناولها من الجانب الديني كما تناولناها في حلقات سابقة. ولكن يبقى دائما هناك منظور أو هناك ركن لابد أن نذهب إليه وأن ننظر من خلال هذا المنظور إلى عالم الجريمة، وهو منظور قادة الرأي. قادة الرأي في المجتمع لديهم من الثقافة، لديهم من الخبرة، لديهم من الوعي ما يكفي لشرح أبعاد الجريمة وتداعيات الجريمة وتداعيات الانحراف بشكل عام. وبالتالي كان لابد أن نناقش العديد من الجرائم المختلفة التي وقعت بالفعل من هذا المنظور، من منظور رجل ينتمي إلى فئة قادة الرأي. هذا الرجل هو ضيفنا اللي مشرفنا على الهواء مباشرة، الأستاذ نبيل الشيمي، مساعد رئيس تحرير جريدة المذهب. رحب بك يا فندم. أهلا بك. حضرتك طبعا الأستاذ نبيل كمان كنت رئيس قسم الحوادث في جريدة المذهب قبل كده. وبالتالي طبعا يعني حضرتك طبعا هيكون، أنا بالتأكيد اللقاء هيكون مثمر لشخص حضرتك، ده رقم واحد، ولتخصص حضرتك ومجالك اللي عملت فيه لفترة وهو مجال الحوادث. بالزبط. حضرتك بالتأكيد تعاملت مع أنواع مختلفة من الحوادث، تعاملت مع أشكال مختلفة من أو طبائع مختلفة من الجناة، تمام، وكذلك من المجني عليها. أيوة. معنا جريمة عايز أبدأ بيها حلقة النهاردة، وهي اتفضل. جريمة طبعا في شدة، يعني أنا أعتقد أن هي جريمة، يعني جريمة بشعة. أيوة. وجريمة تتنافى بشكل قاطع مع الإنسانية ومع العقل ومع الطبيعة ومع الفطرة. تمام. وهي جريمة أب اغتصب ابنته. آه. هذا الأب، هي طبعا الجريمة اللي معانا هنا طبعا يعني هي ما حصلتش في مصر. أيوة. وهي حصل منها مشابه ليها في مصر، ولكن اللي شدني في الجريمة دي بالذات أن هذا الرجل حكم عليه ب 190 سنة سجن. كويس. ال 190 سنة سجن ليه؟ لأنهم اكتشفوا هذه الجريمة بعد وفاة الابنة. اكتشفوا أن الوفاة جنائية، اكتشفوا أنها مقتولة، اكتشفوا أن الذي قتلها هو والدها، ثم اكتشفوا فيما بعد الدافع لهذا القتل، فوجدوا أن هذا الأب اغتصب ابنته لمدة تزيد عن 11 سنة، وبعد ال 11 سنة قتل ابنته. حضرتك شايف القضية دي ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا بحييك وبحيي مشاهدي قناة الصحة والجمال. هي الجريمة جريمة متكررة على مر الزمان وعلى مر العصور، وهي متواجدة بس متواجدة في بيئات معينة، وهي دايما بتبقى في البيئة اللي بيبقى فيها تفكك أسري. الأسرة بتشهد تفكك، الأب بيوجد ضلته في طفلته فبيمارس شذوذه معها. لكن في الآخر وفي جرائم كتير بترتكب والأسر بتتستر عليها، ودي جريمة هي انكشفت لأني اكتشفوها بوفاة الطفل. وما أكثر الجرائم التي ترتكب، جرائم الاغتصاب اللي ترتكب بدون ما حد يكتشف امرها، وخاصة في المجتمعات الشرقية بتاعتنا، لان المجتمع الشرقي ليه عاداته ليه تقاليده، فدايما الاسرة بتميل للسكوت. استاذ نبيل، تفتكر لما اب يغتصب ابنته الراجل ده ناقصه ايه؟ الاب ناقصه ايه؟ لا، هو مخه فيه ايه؟
تمام. هو مش ناقصه ايه؟ هو مخه فيه ايه؟ طيب هو فيه جرائم اغتصاب اسري كتير. ما انا اعني بكلمه ناقصه ايه بنفس المعنى اللي حضرتك تقصده، اعتقد ان انا متفق معاك عليه، لان انا اقصد بهذه الكلمه ناقصه ايه؟ ان هذا النضج لابد ان يكون ينقصه شيء. نضجه غير كامل، هو انسان غير ناضج اساسا. تمام. صح الكلام كده؟ تمام. تمام. لا هو حضرتك، هو الاب ده بيعاني اكيد من مشكله نفسيه. تمام. طيب في جرائم اغتصاب اسري حصلت هنا وفي مجتمعات شرقيه، وفي اللي كان ليها تحليل ديني مع بعض علماء الدين، كان ليها التحليل ان الابنه دي مش غير ابنه شرعيه للاب. بمعنى ان دي لو ابنه شرعيه لا يمكن احساسه حتى يطوع ان هو يعمل. بالظبط، دي مش بنته. واذا كان ثبت ان هي بنته، لان فعلا قضايا بالفعل اثبتت ان هذه الابنه هي ابنه هذا الرجل، يبقى الاب مش طبيعي. مش طبيعي. يا اما الاب في حاجه في عقله، يا اما الاب بيتعاطى مخدرات او من مدمن الكحوليات. انما الاب الطبيعي، واكيد ما فيش علاقه، التدين عنده ضعيف، لان الاب المتدين دايما ما يقدمش على. هو العقل عنده ضعيف اساسا عشان يفكر في الدين، هو اكيد العقل عنده ضعيف. يعني حتى لو فكرنا فيها مش من الناحيه الدينيه، من ناحيه الفطره الانسانيه. بالظبط. من ناحيه الانسان ده، انا اعتقد الانسان السوي يعني بصرف النظر عن الخجل، بصرف النظر عن حاجه، احساسه من داخله لا يجد ولو ادنى ميل تجاه امه او تجاه اخته او تجاه بنته. من المحرمات. ده دينيا. انا بتكلم حتى من الناحيه النفسيه السيكولوجيه، لو حلل نفسيا مش هذا الرجل. الانسان السوي لا يمكن يتكون لديه الميل تجاههم اساسا. دي حقيقه. صحيح. ده الاب السوي. تمام. انما ده اكيد اب غير سوي. تمام. طيب في نقطه برضو غريبه يمكن ناس كتير برضو ممكن تفكر فيها. البنت كان عندها 13 سنه. تمام. ايه اللي يخلي بنت تسكت على كده؟ طب الاب غير سوي، البنت ايه اللي خليها تسكت؟ اولا انا فهمته من الجريمه ان هو الاب ابتدى معاها من سن صغير، من سن سنتين. تمام. فهي البنت نشات على كده. تمام. فمش مدركه، ممكن تكون هي ادراكها ان ده شيء طبيعي. انما هو لو كان عمله، لو كان تصرف ده او ارتكب جريمته دي في سن معين، كانت البنت هتدرك ان ده فعل غير شرعي. حتى مع السن اللي وصلته، يعني وصلت لسن 13 سنه، يعني اكيد برضو اكيد يعني حست ان ده ما لو شيء طبيعي، هتكلم صاحبتها في المدرسه هتقول لهم ده كذا بيحصل، ده بالتاكيد برضو في حاجه غلط عند البنت نفسها، ربما يكون تخويف من الاب. تمام. ممكن ان الاب يكون بيخوفها، او ممكن البنت نفسيتها كانت غير سويه لان هي تعرضت لجريمه نادره ما بتحصلش كتير اخر اللي برحتك جوه الاسره، فهي ممكن تكون التزمت الصمت، او ممكن هي احساس الفطره عندها قال لها ان الجريمه، ان التصرف ده تصرف مش طبيعي، فهي ممكن التزمت الصمت. ممكن يكون خوف على هدم هذه الاسره او كده برضه. لا هي طفله صغيره، هي ما عندهاش التفكير ده، ما عندهاش تفكير ان انا عندي 13 سنه يبقى هحافظ على اسرتي. لا هي طفله، 13 سنه طفله. تمام. اخد لي استاذ نبيل، هل تعتقد انتشار هذا النوع من الجريمه، او هنتكلم جريمه الاغتصاب بشكل عام، خاصه اغتصاب المحارم؟ ايوه. هل تعتقد ان لهذه الجريمه بعد اجتماعي أو ظروف معينة ممكن يكون بنعيشها أدت إلى ارتفاع معدل هذا النوع من الجرائم؟ طبعا. هو في احنا لو هنتكلم عن جريمة الاغتصاب عامة، هي الجريمة دي من الجرائم البشعة اللي انتشرت في الفترة الأخيرة في مجتمعنا، تنبهوا ليها وصدرت أحكام مشددة ضد مرتكبيها. لكن الاحكام المشدده دي ما رضعتش كل من الجناة. تمام. اخد لبال حضرتك، وده ليه سبب. هو مرتكب جريمه الاغتصاب بعيد عن الاسره، هو بيقع تحت تاثير معين، وجميع جرائم الاغتصاب بتقع من مدمني المخدرات، لان مدمن المخدرات بيرتكب جريمته هو غير مدرك هو بيعمل ايه. اخد لبال حضرتك، فبيعمل اي حاجه ممكن يقتل،
ممكن يعمل اي حاجه، اخد لي بالك؟ والضحيه دايما هي اللي بتساعد الجاني. هي دي المشكله بقى، ان هي تساعد الجاني، هي دي المشكله. بتساعده ازاي؟ بتساعده هو المغتصب بيبص يعني مش اي حد ممكن يغتصب، هو بيشوف ليه مواصفات معينه بيشوفها ممكن تلفت نظره. لا، المواصفات اللبس دي مش مهمه في مين. بس لا هو دايما دايما يعني انا بقول ان دايما ان الضحيه هي السبب في ان هي بترتكب معاها الجريمه دي، لان هي بتبقى لابسه لبس خارج، بتمشي بشكل معين. دلوقتي بتتكلم بشكل عام، دلوقتي مش بنتكلم عن القضيه دي، احنا بنتكلم عن جريمه الاغتصاب، معدل جريمه الاغتصاب بشكل عام. بالظبط، عن جريمه الاغتصاب، اخد لبال حضرتك. وفي ضحيه بتبقى الظروف بتحطها في الموقف ده، راكبه ميكروباص، الميكروباص فضي، فالذئاب حواليها تحت تهديد السلاح بيرتكبوا جريمتهم، ودي بيبقى لا حول لها ولا قوه. لكن في الغالب هي دايما الضحيه، هي دايما هي السبب في ان هي بتلفت نظر الصياد ليها. استاذ نبيل، ايه السبب الرئيسي في غياب القيم عن مجتمعنا؟ البيت، البيوت، انشغال الاب ان هو مهموم انه يوفر اساسيات الحياه لاولاده، ده خليته ينشغل عن تربيتهم، فما غرستش في النشء الصغير القيم والعادات والتقاليد، الصح والغلط، ده عيب ده صح. فهنا انا فقدت ميزان مهم جدا جوه الاسره. اخلي بال حضرتك، زمان كان بيعلموا العيب والصح والغلط قبل ما بيعلموا اي حاجه تاني. والمدرسه، المدرسه برضو عليها عيب بيوازي عبء الاسره او بيساويه. بالتاكيد. اخلي بال حضرتك، فمفيش قيم، مفيش اخلاق، وده لعده عوامل واسباب احنا السبب فيها. طب استاذ نبيل، هنستكمل الموضوع مع حضرتك بس بعد هذا الفاصل. سنعود. رنين 20 سنين. اهلا وسهلا بكم اعزائنا المشاهدين في كل مكان، حلقه جديده من العروض المميزه اللي بتقدمها لكم شركه رنين. لكن في البدايه هنحب نرحب بالاستاذ ياسر امام، مدير المشتريات بشركه رنين، اللي هيكون موجود معانا النهارده في كل حلقه في شركه رنين. اهلا بيك يا هشام، واهلا بالساده المشاهدين. النهارده هنقدم لكم منتج متميز جدا جدا جدا، هنقدم لكم مفرمه رنين. دلوقتي استاذ هشام هبدا اعرض لكم امكانيات المفرمه دي، وقد ايه المفرمه دي سهله جدا في تشغيلها، وسهله جدا في اسلوب عملها، وفي نفس الوقت قدرتها القويه جدا بموتورها القوي جدا على فرم اللحمه وعمل كل المنتجات المميزه. ازاي يا استاذ ياسر طلعنا اللحمه 100% من خلال المفرمه دي؟ تعالوا نشوف دلوقتي حالا بشكل عام. بس ايه رايك في خلال ثواني فرمنا اللحمه، مفيش اي مشكله. طبعا دلوقتي كل ستات البيوت اللي بيشاهدونا دلوقتي، انت دلوقتي بتقدري تتحكمي كمان في نسبه الدهون اللي في اللحمه. انا بالفعل بقول لست البيت، بالفعل الامان بالنسبه لك ان انت تفرمي لحمتك في بيتك. ازاي بقى المفرمه دي هتحشي السجق؟ الموضوع بسيط جدا. احلى طعميه اكلتها اللي انا فرمتها طعمية؟ طعمية. انت عايز تقول ان احنا هنعمل طعمية دلوقتي؟ طبعا. حلو جدا. دلوقتي تعالوا نشوف كفتة الرز ازاي مفرومة رنين بتطلعها. انا عامل عجينة الخاصة بالبسكويت، وانا ابدأ دلوقتي ادور. زي ما انتم شايفين يا جماعة، عجينة البسكويت خرجت كده من مفرمة رنين. الآن مع مفرمة اللحم رنين، افرم اللحوم بقوة وبسرعة وانت في بيتك، تقدر تعمل كفتة الأرز والكبيبة وفرم الطعمية وكمان حشو السجق بدون أي تعب أو مشاوير للجزارين. وتقدري كمان تتحكمي في نسبة الدهون الموجودة في اللحمة، ده غير إنك كمان هتعملي البسكويت في بيتك وبالشكل اللي بتحبيه. مفرمة اللحم رنين،
تقوم بفرم اللحمة أنعم من الكبة العادية. مفرمة اللحم رنين مزودة بثلاث أسلحة للفرم: خشن، ناعم ومتوسط، ومزودة كمان بقطعة لعمل الكبيبة. مفرمة اللحم رنين سهلة الاستخدام، سهلة الفك والتركيب والتنظيف لصحتنا وصحة أولادنا. الآن احصلي على مفرمة اللحم رنين بسعر 399 جنيه زائد مصاريف الشحن، كمان معاه هديتين، خلاط 3 في 1، شفشة كبير زائد مطحنتين، والهدية التانية غلاية بالكهرباء لكافة المشروبات الساخنة بسعة 1.5 لتر. يعني دلوقتي ب 399 جنيه هتحصلي على مفرمة اللحم رنين وخلاط 3 في 1 وغلاية الكهرباء بسعة 1.5 لتر، كل ده ب 399 جنيه زائد مصاريف الشحن. كنا معاكم النهاردة في حلقتنا من معرض رنين. زورونا في معرض رنين، 20,000 منتج، منتجات مميزة جدا، جميع الأجهزة الكهربية، جميع الأدوات المنزلية هتحصلوا عليها من خلال معرضنا. نشوفكم الحلقة الجاية وانتظرونا في منتج مميز من شركة رنين ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اغتنموا الفرصة الآن واتصلوا على 3-741-741-3 أو زورونا بإحدى معارض رنين. معرض رنين الكبير بمدينة نصر، ومول رنين بستة أكتوبر، ومعرض رنين الجديد بالهرم. في معارض رنين هتلاقي كل اللي بتتمنيه. رنين 10 سنين. يعلن مول رنين بستة أكتوبر عن حاجته للوظائف التالية: مديرين مبيعات، مشرفين مبيعات، بائعين، أفراد أمن وعمال. للتواصل الاتصال على رقم 011-0-640-288. عدنا عدنا أعزائي المشاهدين، رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ونستكمل حديثنا عن قضية الاغتصاب والجريمة اللي معانا النهاردة، وهي جريمة الأب الحكم عليه ب 190 سنة سجن لأنه اغتصب ابنته لمدة 11 سنة ثم قتلها خنقا. أستاذ نبيل، نستكمل مع حضرتك الحوار. حضرتك كان ليك رأي وكان ليك يعني برضو اتكلمت عن الجانب الأسري شوية. تمام. حتى في الفصل حضرتك كلمتني عن الأسرة ودور الأسرة. أيوة. اللي ممكن يؤدي لانتشار جريمة الاغتصاب في المجتمع. مظبوط. فين الأم؟ هي الأم هي ميزان البيت، هي صديقة بنتها، بتعرف عنها كل كبيرة وكل صغيرة. تمام. طب النهاردة احنا في كلام زي ده؟ لا. البنت بترجع النهاردة الساعة 2 والساعة 3 الصبح والساعة 1 الصبح وما بتسألهاش انت كنت فين. طيب ما هو النهاردة لما في مجموعة من الشباب المنحرف ماشي ولاقي بنت في وقت متأخر ماشي، طب انا ليه بلوم عليه؟ طب انا الاول اضبط البيت وبعدين اسأل عن النتيجة. اكيد. تفتكر ايه سر انشغال البيت عن الاولاد او الاسرة والاب والام عن الاولاد؟ والله حضرتك احنا يعني طبعا مقتضيات ضروريات الحياة النهارده الحاجات بقت كتيره في دماغ في جوه بيوتنا، متطلبات الحياه بقت كتيره، الام بقت مشغوله مهمومه ما بين مذاكره، ما بين طلبات بيت، ما بين كمبيوتر، ما بين نت، ما بين تلفزيون، اخد لبال حضرتك؟ فده كل وسايبه اسرتها، في حين ان هي ده الاستثمار الاهم، ان هي لازم تديله وقت عشان تاخد ثماره. أستاذ نبيل، هل تعتقد أنه انشغال أكتر ولا تغلغل ثقافات غربية داخل ثنايا الثقافة الشرقية الأصيلة؟ بمعنى أن احنا أحيانا بشوف أن هذا الانشغال هو انشغال متعمد. أيوة. أن البنت لازم تاخد حريتها عشان تتعلم. الولد لازم يتمرمط ويشوف الصح ويشوف الغلط بنفسه عشان يعرف ايه الصح وايه الغلط. تمام. رايك ايه ده؟ اه طبعا، هو تقليدنا للغرب هو برضو احد الاسباب اللي وصلتنا للي احنا فيه دلوقتي، ان انا يعني اللي شايف ان الغربيين او البنت الغربيه متحرره بتلبس بشكل معين، بتخرج بشكل معين، فانا شايف ان هي دي الحريه.
حتى الثقافات دي مش يعني ما اقتصرتش على المدينه بس، يعني في بعض المناطق الريفيه تغلغلت فيها الثقافه الاوروبيه دي، وبقت هناك برضو في الحريه والمناداه بحريه المراه بشكل مستمر. هي الحريه دي ليها سقف، ما هيش حريه مطلقه، خد لي بالك. تمام. فاحنا بنفهم كل حاجه بناخدها على المطلق، بناخدها على المطلق لان هي دي الثقافه الغربيه. آه. مش ثقافتنا دي. طب وفين ثقافتنا؟ طب واحنا ليه انفرط في ثقافتنا؟ سؤالي هنا بقى استاذ نبيل. آه. عشان انتقد بسرعه عشان احنا فاضل كام دقيقه وينتهي اللقاء. سؤالي هنا كرجل اعلامي حضرتك. بالتاكيد للاعلام دور، ايه هو دور الاعلام اللي ممكن يعمله عشان يخلي الثقافة العربية الأصيلة الشرقية الدينية الإسلامية هي الهدف؟ حضرتك، هو الإعلام المصري بيهتم بالقضايا دي ودايما بيناشد بيها وبينشرها، لكن انت عندك هنا ما هياش مقتصر على الإعلام المصري بس، انت عندك في النهاردة السماوات المفتوحة والفضائيات، فانت بتفتح اي قناة بجهاز. ما خلي بالك حضرتك، الفضائيات دي جزء من منظومة الإعلام المصري. بالظبط بالظبط، انا بقول كده. النهاردة انت اي قناة واي مجتمع غربي انت ممكن تنفتح على ثقافته من خلال الفضائيات، فانت هنا هيبقى دورك. انت زي اللي بقدم في مالطا هتتكلم، فاللي عنده وعي وعايز يرجع لقيمه وتقاليده هينتبه، والمتمادي. استاذ نبيل، انا كلمه جدا في مالطا دي انا احيانا بجدها يعني بشوفها بتتفسر غلط. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هي الدنيا بايظه بايظه، خليها بايظه. لا، امال ايه؟ انا ما اقصدش كده. انا ما اقصدش انك انت بتقدم في مالطا يعني تسكت. لا، الساكت عن الحق شيطان اخر. اصل احيانا الناس تقول لك، يقول لك ما لو ده ما شافش ده عندي هيشوفه في قناه كذا بره، قناه موجهه من الخارج. لا، انا ليا دور هنا، لابد ان يكون ليه هويه. بالظبط. انا دوري هنا ان انا بنبهك، بقول لك انتبه، دي منطقه خطر، انت حضرتك بقى مش عايز تنتبه انت حر، لكن انا بعمل اللي عليا وبرضه بعمل وبحاول مره واثنين وثلاثه. تمام. مش مقتصر على مره واحده. طب استاذنا ننتقل برضو للقضيه الاخرى اللي معانا، هي قضيه عامل قتل طالب، الاثنين كانوا واقفين في طابور عايزين يجيبوا عيش فقتلوا عشان كل واحد بيقول انا ليا الاولويه في الحصول على هذا الخبز. تمام. هل دي ممكن نسميها تفاهه؟ هل ممكن نسميها خروج عن الوعي؟ هل ممكن يعني ده نرجعه لخلفيات ممكن تكون موجوده عند القاتل، ربما سبقت الجريمه بدقائق تكون مشكله كانت عنده وصلته لده، ولا مناخ عام متوتر في البلد؟ لا، هي الجريمه دي يعني اسمها جريمه القتل لأتفه الاسباب. تمام. هو انسان، هما الاثنين خسروا، ده اتقتل بسبب نزاع على رغيف عيش، وده قتل وراح دخل السجن بسبب برضه انه يحصل على رغيف ولا عيش. ولا ده كل ولا ده كل ولا ده كل. بس هي ليه حضرتك؟ لضغوط الحياه. الناس النهارده ما بقتش مستحمله انا بعضيها. الكل النهارده بتيجي مش مستحمل انك تحك له بالبلدي كده، انك تحك في مناخيره. طبعا. وده ليه مردود اقتصادي، في ضغوط. هو انا ايه اللي موقفني في الرغيف في طابور العيش عشان اجيب الرغيف؟ ما انا مضغوط. اخد لبال حضرتك، وكم من جرائم ارتكبت بعيده في انابيب البوتاجاز. تمام. في يعني حضرتك بتقول السبب في ده كله الضغط اللي بيتعرض ليه الانسان. بالظبط. الضغط اللي هو موجود متراكم في اعماقه. بالظبط. صح الكلام ده؟ تفسر حضرتك سؤال اختم بيه اللقاء مع حضرتك. اتفضل. حضرتك لو تخيلت نفسك رئيس للحكومه. رئيس حكومه مصر، المسؤول عن مصر بكل ما فيها. تمام. بوزارتها، بتخصصاتها، بفئاتها، بطبقاتها، وعايز تبدأ الإصلاح، فمن أين تبدأ الإصلاح؟ من المدرسة. تمام. ومن البيت. يعني تبدأ بوزارة إيه؟ أكتر وزارة تهتم بيها الأول؟ التربية والتعليم والصحة، دول أهم حاجتين لو وفرتهم للمواطن يبقى أنا حطيته على بداية الطريق الصح. إن أنا أوفر له تعليم كويس هضمن بيه في الآخر إن أنا هاخد منتج كويس، خريج كويس مش خريج لا يجيد قراءة وكتابة. والصحة اللي منظومتها بايظة لازم تتصلح،
عشان اضمن ليه علاج بشكل كويس، وبعد كده كل حاجه تيجي بالوقت. استاذ نبيل بشكرك جدا جدا في هذا اللقاء، والوقت عدى بسرعه مع حضرتك، ونامل ان احنا نلتقي بحضرتك مرات ومرات ان شاء الله باذن الله، نستكمل موضوعات عده. حضرتك طبعا يعني خبره في مجالك ومساعد رئيس التحرير، وايضا كنت رئيس قسم الحوادث، فبالتاكيد هنحتاج لك كتير معانا. انا تحت امرك. يعني حضرتك ان شاء الله تشرفنا دايما في الاستوديو ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، بنشكر الاستاذ نبيل الشيمي مساعد رئيس تحرير جريده المسا، وفي بعد الفاصل في الفقرة الثانية والجزء الثاني من البرنامج نلتقي مع حضراتكم بضيفنا العزيز اللي دايما مشرفنا واللي احنا بنحبه كلنا، الأستاذ مؤمن العقيلي المستشار القانوني. نلتقي بعد الفاصل. سنعود. رنين 20 سنين. اهلا وسهلا بكم اعزائنا المشاهدين في كل مكان، حلقه جديده من العروض المميزه اللي بتقدمها لكم شركه رنين. لكن في البدايه هنحب نرحب بالاستاذ ياسر امام مدير المشتريات بشركه رنين اللي هيكون موجود معانا النهارده في كل حلقه في شركه رنين. اهلا بيك يا هشام، واهلا بالساده المشاهدين. النهارده هنقدم لكم منتج متميز جدا جدا جدا، هنقدم لكم مفرمه رنين. دلوقتي استاذ هشام هبدا اعرض لكم امكانيات المفرمه دي، وقد ايه المفرمه دي سهله جدا في تشغيلها، وسهله جدا في اسلوب عملها، وفي نفس الوقت قدرتها القويه جدا بموتورها القوي جدا على فرم اللحمه وعمل كل المنتجات المميزه. ازاي يا استاذ ياسر طلعنا اللحمه 100 100 من خلال المفرمه دي؟ تعال نشوف دلوقتي حالا بشكل عام. بس ايه رايك في خلال ثواني فرمنا اللحمه، مفيش اي مشكله. طبعا دلوقتي كل ستات البيوت اللي بيشاهدونا دلوقتي، انت دلوقتي بتقدري تتحكمي كمان في نسبه الدهون اللي في اللحمه. انا بالفعل بقول لست البيت، بالفعل الامان بالنسبه لك ان انت تفرمي لحمتك في بيتك. ازاي بقى المفرمه دي هتحشي السجق؟ الموضوع بسيط جدا. احلى طعميه اكلتها اللي انا فرمتها. طعمية؟ اه طعمية. يعني انت عايز تقول ان احنا هنعمل طعمية دلوقتي؟ اه طبعا طبعا. حلو جدا. دلوقتي تعالوا نشوف كفتة الرز ازاي مفرمة رنين بتطلعها. انا عامل عجينة الخاصة بالبسكويت، وانا ابدأ دلوقتي ادور. زي ما انتم شايفين يا جماعة، عجينة البسكويت خرجت كده من مفرمة رنين. الآن مع مفرمة اللحم رنين، افرم اللحوم بقوة وبسرعة وانت في بيتك تقدر تعمل كفتة الأرز والكبيبة وفرم الطعمية وكمان حشو السجق بدون أي تعب أو مشاوير للجزارين، وتقدري كمان تتحكمي في نسبة الدهون الموجودة في اللحمة، ده غير إنك كمان هتعملي البسكويت في بيتك وبالشكل اللي بتحبيه. مفرمة اللحم رنين تقوم بفرم اللحمة أنعم من الكبة العادية. مفرمة اللحم رنين مزودة بثلاث أسلحة للفرم، خشن، ناعم ومتوسط، ومزودة كمان بقطعة لعمل الكبيبة. مفرمة اللحم رنين سهلة الاستخدام، سهلة الفك والتركيب والتنظيف لصحتنا وصحة أولادنا. الآن احصلي على مفرمة اللحم رنين بسعر 399 جنيه زائد مصاريف الشحن، كمان معاه هديتين، خلاط 3 في 1، شفشة كبير زائد مطحنتين، والهدية التانية غلاية بالكهرباء لكافة المشروبات الساخنة بسعة 1.5 لتر. يعني دلوقتي ب 399 جنيه هتحصلي على مفرمة اللحم رنين وخلاط 3 في 1 وغلاية الكهرباء بساعة 1.5 لتر، كل ده ب 399 جنيه زائد مصاريف الشحن. كنا معاكم النهارده في حلقتنا من معرض رنين. زورونا في معرض رنين، 20,000 منتج، منتجات مميزة جدا، جميع الأجهزة الكهربية، جميع الأدوات المنزلية هتحصلوا عليها من خلال معرضنا. نشوفكم الحلقة الجاية، وانتظرونا في منتج مميز من شركة رنين ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اغتنموا الفرصة الآن واتصلوا على 3-741-741-3 أو زورونا بإحدى معارض رنين. معرض رنين الكبير بمدينة نصر، ومول رنين ب6 أكتوبر، ومعرض رنين الجديد بالهرم
في معارض رنين هتلاقي كل اللي بتتمنيه. رنين 10 سنين. يعلن مول رنين ب 6 اكتوبر عن حاجته للوظائف التالية: مديرين مبيعات، مشرفين مبيعات، بائعين، افراد امن وعمال. للتواصل الاتصال على رقم 011-0-640-288. عدنا أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل، وكان لقائنا في الجزء الأول من الحلقة مع الأستاذ نبيل الشيخ مساعد رئيس تحرير جريدة المسا، وآن الأوان الآن للحديث عن الجانب القانوني، الجانب القانوني الذي يحكم الجريمة ويحكم العقوبة على ارتكاب هذه الجريمة. وكما عودناكم دائما، نحن لنا رجال نثق فيهم من هؤلاء الرجال. الأستاذ مؤمن العقيل المستشار القانوني، برحب بك يا فندم. أهلا يا أستاذ عمرو، نثق في رأيك ونثق في خبرة حضرتك. أشكرك حبيبي. ولذلك فأنا دائما أسعى لحتى مداركي أنا تتسع بلقاء مع حضرتك. تحت أمرك حبيبي. أستاذ مؤمن، عشان أنا عارف الوقت أقل بكتير من حجم الأسئلة اللي أنا محتاج أسألها لك، تفضل. وبالتالي فأنا هبدأ سريعا في أسئلتي. نعم. احنا اتكلمنا دلوقتي عن جريمة، يمكن حضرتك تابعت معنا في الجزء الأول من اللقاء. أنا يمكن بس يعني أتكلم مع حضرتك في جريمة أخرى معنا، بس الجريمة اللي اتكلمنا عنها هي جريمة الاغتصاب. في سؤال على الجريمة دي أنا محتاج أسأله لحضرتك. تفضل. دايما الناس بتخلط ما بين الاغتصاب وما بين هتك العرض وما بين حاجة تالتة اللي هي الفعل الفاضح. تمام. فإذا تحدثنا من وجهة النظر القانونية، ما الفرق بين المفاهيم الثلاثة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا الجرائم اللي حضرتك تفضلت وذكرتها دلوقتي، كل جريمة فيها بتختلف عن التانية خالص. تمام. متى تقع جريمة الاغتصاب، ومتى تقع هتك العرض، ومتى جريمة الفعل الفاضح؟ جريمة الاغتصاب تعرفها، وانا قلت الكلام ده قبل كده من خلال برنامج حضرتك، ان لازم يكون امرأة كاملة الانوثة ومعاشرة جنسية كاملة دون رضا المرأة بين الرجل ومرأة، ومتزوجة، متزوجة او غير متزوجة، ما هو رجل وامرأة، ودون رضا المرأة ومعاشرة جنسية. دي اركان وشروط جريمة الاغتصاب في القانون. ده الاغتصاب. تمام. هتك العرض هي جريمة تقع على من هو دون سن الطفولة، أو ما هو بعد قبل سن الطفولة. طبعا. اللي هو سن الطفولة تبقى لقانون الطفل 18 سنة. يبقى الأنثى التي يقع عليها اعتداء جنسي قبل هذه السن، كما في الحالة بتاعتنا اللي حضرتك تفضلت وقلتها، جريمة هتك عرض وليس جريمة اغتصاب. يعني لو اتكلمنا تحديدا عن القضية بتاعت النهاردة، الأب المريض ده اللي هو اغتصب بنته، دي جريمة هتك عرض وليس جريمة اغتصاب. احنا بنقولها اغتصاب، دي قد يكون لغة مجازة، لغة درجة كده، او بنقول مجازة كده، لكن لو كلمنا كتكييف قانوني ومسمى قانوني سليم هتك عرض، فنتكلم في جريمة هتك عرض، لان دي طفلة لم تبلغ سن ال 18، فأي اعتداء جنسي عليها يسمى هتك عرض وليس جريمة اغتصاب. على فكرة انا نفسي شخصيا لأول مرة اعرف الفرق ده لسبب. نعم. انا كواحد من الناس كنت فاهم حاجه ناس كتير فاهمها، ان هتك العرض لا يتعدى الملامسه. نعم. قد تكون ملامسه حتى من خارج الملابس. لا يتعدى فوق الملامسه، يتعدى طبعا. انا كنت اعتقد ذلك. وان الاغتصاب هو ما هو اكثر من ذلك. تمام. حضرتك تتحدث الان عن ان الاغتصاب هو صوره اخرى، او ان هتك العرض هو صوره اخرى من الاغتصاب. نعم. ولكن المجني عليه يقع على الانثى التي لم تبلغ لم تتعدى سن الطفوله تبقى للقانون، هو 18 سنه.
طيب. الفعل الفاضح بقى مختلف عن الاثنين دول. نعم. الفعل الفاضح هو الإيحاء أو الإشارة في الطريق العام أو في مكان عام من شأنها أن تخدش حياء الآخرين. وهديك مثال مبسط جدا يتجسد في جريمة الفعل الفاضح. تمام. زوج وزوجته في شرفة منزلهم في البلكونة واقفين قبلها على مرأة ومسمع من المارة والجيران، ها اتطلب من شرفات الأخرى أو حد من الشارع. هذا الفعل هي زوجته وتحل له، لكن هذا الفعل من شأنه أن يخدش حياة الآخرين فهو جريمة فعل فاضح. يبقى هي دي جريمة الفعل الفاضح. طيب. إن فعل مشين أو إيحاءات جنسية أو فعل خارج من شأنه أن يؤثر على حياة المارة أو الغير من الناس. طب أسألك سؤال بقى حلو جدا. اتفضل. وأنا يعني أستغل وجود حضرتك معايا في حاجة تعبان نفسيا. اتفضل. حضرتك بتقول لي فعل فاضح واحد بيقبل مراته. نعم. طب واحد ما بيقبلش مراته واللي بيشوفوه مش الثلاثه انا اديت مثال انا اديت مثال مراته عشان اوصل مفهوم الفعل الفاضح للناس. انا عايز مراته معلش ماشي. هو بيقبل مراته قدامه اربع شهور شافوه فعل فاضح. نعم. يعاقب عليه. تمام. طب واحد بيقبل واحده مش مراته بيشوفوه امه لا اله الا الله. تمام. في التلفزيون في السينما والافلام. ايوه. لماذا لا يعاقب؟ ما هو ده اللي بيقولوا عليه، يقول لك ده فن وتمثيل. هل القانون يتجزأ؟ انا اتفق معاك ان كل المشاهد اللي بتحويها الافلام دي وفيها ايحاءات جنسيه تمام. يجب ان تمنع وخادشه للحياء. ده بالاكثر من كده كمان، مش الافلام المشاهد الافلام بس، الكليبات اللي فيها رقص العاريات. استاذي ما هي فعل فاضح. انا بس سؤال محدد، هل القانون يتجزأ؟ لا لا لا. طيب قانونيا انا عايز بس اوسع مداركي. قانونيا هي فعل فاضح وهناك من يحرك ويقدم بلاغات ضد هذه المشاهد. انا عايز اوسع مداركي شويه، يمكن انا مش فاهم. اتفضل. ماشي. الفعل الفاضح عليه عقوبه. صح. تمام. انا تقدمت ببلاغ ضد فيلم كذا لانه يحرك غرائز الاخرين. تمام. هل يعاقب القائمين على هذا العمل؟ طبعا طبعا، مخالفه قانونيه. و بصراحه كده ايوه بصراحه كده على ارض الواقع. على ارض الواقع ما يحقق. مش عايز اذكر اسماء افلام. لا مش عايزين نذكر اسماء. ما انا بقول لك في مشاهد جنسيه بتحويها بعض الافلام. تمام. قدم بلاغات في منتجي هذه الافلام. تمام. وممثلين اللي قاموا بهذه الافلام وتحركت عليهم دعوه جنائيه بفعل الفاضح. تحركت بالفعل الدعوه الجنائيه. ايوه. بس احنا عايزين نذكر برضو ان العقوبات طبعا المتحرة. اقول لك اسماء ممثلين؟ لا. ها تداولة المشاهد. لا. دي في محكمه الجرح. لا ما الفعل الفاضح على فكره جنحه وليست جنايه. تمام. اقول لك لا ليه؟ لا انا ما بتكلمش عن جنحه ولا جنايه. انا بتكلم عن ان هناك عقوبه لابد ان تقرر عن هذا الفعل الفاضح. نعم. تمام. انا بتكلم في حاجه حضرتك بتقول اقول لك اسماء ممثلين، بقول لك لا ما تقولش ليه. لا انا عشان اوريك ان بيطبق القانون. تمام تمام. لان هذا الفعل ما زال مستمر حتى هذه اللحظه. تمام. ومن يتقدم بالبلاغ؟ هو مين اللي هيحرك؟ ما هو بلاغ. لا حضرتك يا انا يا اي حد تأذى من هذا الموضوع فيقدم بلاغ للنيابه العامه. فمشاهد الجنسيه اللي زي كده مساءه الغرائز هي فعل فاضح، وفعل فاضح بيشوفه ملايين كمان. صحيح. واخد حضرتك؟ فمن حق اي حد يتأذى ممكن يقدم بلاغ وتحقق فيه عقوبه. الفعل الفاضح هي الحبس. حبس. الحبس. طيب. الحبس، لان انا بقول لحضرتك دي جنحه، والجنحه عقوبتها الحبس خلاف الجنايه. الجنايه عقوبتها السجن، وفي مواضع اخرى تصل العقوبه للاعدام في بعض الجرائم. طب في قضيه زي قضيه الاب اللي اغتصب بنته ده 11 سنه وبعدين قتلها. وكانت الطفله دون السن القانونيه، يعني اقل من سن 18 سنه. نعم. حضرتك لو قاضي تحكم بايه؟ والقانون المصري كيف تناول هذا النوع من القضايا؟ انا لو قاضي اولا اودعه مستشفى الامراض العقليه للكشف عن قواه العقليه الاول. الأول أعرف إن كان ده سوي، لأن الأفعال دي لا يأتيها سوي أبدا. إن كان سوي هيطبق عليه القانون، ويقول إن هو أب اغتصب بنته. يعني هل أنا هل ممكن القاضي يعمل كده ويحوله زي ما حضرتك بتقول؟ نعم. كده أو لو أنت كده بدون ما الدفاع بتاعه يطلع. ممكن. المحكمة لها في كل قضايا الجنايات أن تحقق الدعوة كيفما شاء من أول دون أن يطلب الدفاع. تعرف يا أستاذ مؤمن إن أحيانا بيكون ده ذريعه للهروب من العقوبه. ليه؟ موضوع نفسيا وان هو مجنون وان هو. احنا نفرق، وانا قلت لحضرتك قبل كده بين النفسي والعقلي. تمام. المريض العقلي يعفى تماما من المسؤوليه الجنائيه. ده مريض عقلي، عقلي غير مدرك لافعاله وسلوكه. لكن المريض النفسي موضوع تاني، وشرحت قبل كده لحضرتك وقلت لك ان المرض النفسي المعيار هنا هو الادراك
وقت ارتكاب الفعل. شاب وشائبة وعاب وعيب ولا لأ؟ ودي أصعب إثباتها. وبتفق معاك إن في العموم كل مجرم هو عنده خلل نفسي. أكيد طبعا. وإلا ما كانش ارتكب الجريمة. لأن البني آدم أو يعلم أو يعي أبعاد هذه الجريمة وقت حدوثها لما ارتكب بالزبط. هذه الجريمة. لكن العقل ده إحنا ما نتكلمش في مسؤولية جنائية بالنسبة للمريض العقلي. عشان كده بالنسبة للأب ده الأول أكشف على قواه العقلية. إن كان مجنون فلا عقاب، بس هيوضع في مستشفى الأمراض العقلية. أما إن كان غير مجنون فبالظروف اللي إحنا شايفينها وسامعينها دي طبعا دي مصيبة، دي كارثة، حاجة يعني ده زنا محارم وجريمة هتك عرض. زنا المحارم له بند في القانون خاص بيه، هي جريمة زنا تحت، هي جريمة زنا مجرمة شرعا وقانونا. خلينا نتكلم قانونا. نعم. نتكلم قانونا. لا يعني هل له بند لوحده ولا بيندرج تحت جريمة الزنا في قانون العقوبات؟ تمام. وحدد لها القانون ان في حالات اي توافر اي حاله منها يعتبر متهم. جريمة الزنا مختلفه عن الاغتصاب، مختلفه عن الفعل طبعاً. الفاضح، مختلفه عن هتك العرض طبعا. جريمه ليه بقى؟ جريمه الزنا بتكون برضاء المراه اللي هو الركن اللي يشترط توافره في جريمه الاغتصاب وعدم رضا المراه. لكن في الزنا طالما توافر ركن الرضا تحول، هنتكلم على الاغتصاب. هنتكلم عن زنا، واخد بال حضرتك؟ عشان كده لما بقول لا اغتصاب في من تمت معاشرتها برغبتها، ها، ولا اغتصاب في من تمت معاشرتها دون السن المطلوب. بالظبط كده. فهي كده تعتبر جريمه اغتصاب ان كانت دون الرضا. ان برضا فهننزل بيها من جنايه اغتصاب لجنحه زنا. تمام. وده الفرق. تمام. يبقى كده الفرق واضح بين الاغتصاب وهتك العرض والفعل الفاضح. طب تمام. الفعل الفاضح جنحه زي ما قلت لحضرتك، اما هتك العرض والاغتصاب جنايه، والجنايه هي اللي عقوبتها من 3 سنوات حد ادنى تصل الى المؤبد. حسب ما يتراءى لقاضي الموضوع وحسب ظروف واوراق كل قضيه وما تنطق به بيكون عقيدته وبيدي العقوبه المناسبه لظروف الواقع اللي قدامه. طب تمام. معانا مش جريمه بقى، موضوع غريب شويه استوقفني. طب. وهو ان السعوديه اصدرت قرار ماشي بان طبعا مع احترامنا الكامل للسعوديه والاهل السعوديه طبعا، بس اصدر قرار بان طلاب المدارس يستثنوا من عقوبه المخدرات. نعم. هل انت مع هذا القرار ام لا؟ هو مش استثناء كامل، ولكن المملكه على ما بحثت استثنى كامل، ولكن استثنى من العقوبه المقرره في الاصل. ايوه تمام. اللي هي السجن، العقوبات الثقيله يعني. تمام. ووضع هذا الطالب تحت الرقابه. هو حددت برضو عقوبات عشان نتكلم صح في الجزئيه دي. بالنسبه لطلبه المدارس قالت لك الجلد او الحبس 3 شهور اقصاها. تمام. واخد بال حضرتك؟ يعني ايه كنوع من العقاب للايه؟ للتقويم. يعني ده طالب في سن خطر، في سن مراهقه، ربما فراغ عنده او تفكك اسري او ايا كانت الاسباب دفعته الى اتجاه للادمان، فاحنا بنعتبر هذا الشاب ضحيه او مجني عليه. النظره كده بالنسبه للقانون في المملكه العربيه السعوديه بتعتبره ضحيه، فبتحب تقومه، فان هي ما بتخليهوش عقوبه المروج او المهرب اللي هي العقوبات الشديده الثقيله، فبتدي له جلد او حبس بسيط على اساس تقومه. المهم ان ما بعد الحبس وما بعد العقوبه تقويمه يكون ازاي، هو ده مربط الفرس بقى. صحيح. احنا نقوم ازاي عشان ما يرجعش يكون تاني. يكون ازاي يا استاذ مهدي؟ بالظبط. والله بص انا اقول لحضرتك حاجه، يعني انت كده بتاخدنا في الحديث نتكلم عن مصحات الادمان عموما يعني. ما انا لسه هسال حضرتك يكون ازاي مصحات الادمان، لان للاسف انا بشوف انتشرت مصحات الادمان بشكل كبير جدا في مصر، بدات تاخد او يتاخد عنها انطباع مش حلو. نعم. خاصة بعد غلق بعض هذه المراكز. نعم. واكتشاف أنه يتم تعذيب النزلاء. نعم. تمام. سؤالي هنا يا أستاذ مؤمن، هل ترى أن مصحات الإدمان في مصر تقوم بدورها؟ الأول لازم زي ما حضرتك تفضلت وقلت نقول مصحات الإدمان اللي بتعالج المدمنين أنواعها إيه في مصر. إحنا لازم نفرق بين مصحات تابعة للحكومة والحكومة. تمام. مؤسسات العلاجية ومصحات الإدمان تابعة للحكومة معروفة، ومصحات الإدمان الخاصة المرخصة طبق القانون، طبق شروط القانون.
ونوع اخر من المصحات اللي هو اللي حضرتك تفضلت وكلمت عنه اللي هو فيه التعذيبات بدنيه او اكراه، دي غير مرخصه وغير مستوفيه للشروط وبتمارس موضوع علاج المدمنين، هي دي اللي بتقع تحت طائله القانون وهي دي اللي بترتكب المخالفات. لو اتكلمنا عن دي نخرجها خالص لان دي مخالفه للقانون، هي مش مرخص ليها اصلا ولم توفر الاشتراطات المطلوبه والشروط القانونيه المطلوبه، فهي مخالفه للقانون. اما المصحات الخاصه يعني خلينا نعترف كده ان معظم او الشريحه كبيره جدا من مواطني مصر البسطاء ما يقدروش على تكاليفها، دي المصحات الخاصه تمام، ما يقدروش على تكاليفها الباهظه، فبالتالي اي ابن او ابنه او اي حد هيقع تحت طائله الادمان مش هيقدر يدخله المصحات الخاصه، هيبقى مفيش قدامه غير الحكومه. الحكومه تمام. الحاجه بقى اللي مضايقاني بصفه شخصيه ان للاسف الشديد في المصحات الحكوميه لما تيجي مثلا تتكلم عن مدمن مخدرات يهمك امره، اب بيكلم عن ابنه او اخ عن اخوه او اي حاجه عشان يعالجه، يقول لك احنا ما نروحش نجيبه، يجي طواعيه من نفسه. طب ما هي دي المدمن عمره ما هيعترف انه مريض، طبيعي اكيد، عمره ما هيحاول، لان هو مريض نفسي قبل ما يكون مدمن مخدرات، عمره ما هيحاول يعالج نفسه، لازم تكرهه على العلاج، لان لما جسمه بيفوق من السموم بيشكرك انك عملت معاه كده طبعا، لما بيرجع لرشده بيشكرك انك خرجته من الحاله، فهو عشان يروح طواعيه في صعوبه، فاحنا لازم يكون في الجزئيه دي في اجراءات وفي ضوابط ان احنا ازاي ناخد هذا المدمن رغما عنه، عشان ده لمصلحته ومصلحه اسرته ومصلحه مجتمعه ان يتعالج عشان بعد كده يرجع عنصر فعال في المجتمع، لكن تخيره تعالى بمزاجك اتعالج مش هيجي، وبالتالي انت مش تقضي على الادمان. المصحات عموما الادمان الموجوده في مصر انا شايف ان هي بتقوم بدور كويس جدا، وفعلا اللي بيخش المصحات دي بيشفى تماما من الادمان، ولكن ما بعد الشفاء من الادمان هو الاخطر، مرحله التاهيل النفسي ما بعد العلاج من الادمان. دلوقتي المدمن بيخش المصحات الادمان سواء عامه او خاصه او حتى المخالفه للقانون دي، وشويه شويه مع مرور الوقت والزمن والتغذيه جسمه بيشفى تماما من السموم والادمان. طيب انت بقى عشان تقول له اتفضل يقوم راجع تاني تحت ضعف النفس وقرناء السوء او تحت مثلا لذه المخدر يقوم راجع تاني، ما انت ما عملتش حاجه. المرحله الاخطر من العلاج الادمان هي مرحله التاهيل النفسي ما بعد الشفاء من الادمان، ودي محتاجه تكاتف جهات كتير جدا طبعا. يعني مفروض يعني الحكومه تشكل لجان لمتابعه المدمن بعد خروجه، وتكون جنبه في اعداد التقارير، وتحاول تحل مشاكله، وتحاول ان كان في فراغ تملاهوله باي اسلوب، يكون في متابعه مستمره ودقيقه لهذا المريض الذي شفي من الادمان، متابعه اجتماعيه وليست امنيه. لا الامنيه دي اخر حاجه، ده موضوع الامنيه دي اخر حاجه. ما انت لو قومته نفسيا هو نفسه هيقلع عن الادمان وعن طريق الادمان، بالتالي احنا محتاجين تاهيل نفسي قبل ما يكون متابعه امنيه لهذا. انت بص برضو انا اقول لحضرتك حاجه، المدمن هو مريض، فقبل ما توقع عليه العقاب ها وعشان تحقق ردع، لا انت قومه نفسيا، قومه نفسيا بقى مراكز التأهيل النفسي ومراكز الاجتماعية والجمعيات والكلام ده والمتابعة المستمرة والتنسيق بين هذه اللجان الاجتماعية وبين الأسرة، ما الأسرة ليها دور، لكن هو يشفى من هنا وبعدين يخرج ينزل المجتمع يرجع. أستاذ مؤمن عشان يعني باقي 4 دقايق بالظبط، ففي أسئلة مهمة عايز أسألها حضرتك. إيه هو تأثير المخدر على الشباب، وكيف يمكن تجنب الوقوع فريسة للإدمان؟ بص، هو المخدر معروف يعني مدمر تماما لخلايا المخ، المخدرات عموما للجهاز النفسي للجهاز العصبي في البني آدم، بيخلي المدمن كسول وعايز ينام على طول ومش عايز يشتغل، يعني المخدرات بتدمر الشباب تماما. وأخطر هذه المخدرات هو طبعا مخدر الهوريين والكوكايين والماكس فورت في أنواع مميتة، والبراشيم دي تأثيرها خطير، وأنا سبق وقلت حضرتك قبل كده أنها بتجرأ على إتيان السلوك الإجرامي، والمدمن المخدرات بيرتكب الجريمة تحت تأثير المخدر ودون أن يعلم، وبعد ما بيفوق أو بيكون إدراكه معيب بيفوق بيستغرب إزاي أتى هذه الأفعال الإجرامية صحيح. فبالتالي هي لها تأثير خطير جدا، مدمرة للشباب، وبالتالي إذا دمرت الشباب اللي هو عماد
البلد والمجتمع، انت دمرت المجتمع ككل. أكيد طبعا. واعتقد ان انتشار المخدرات في اي مجتمع ده تخطيط لاضعاف الهمه وتدمير شباب البلد، وبالتالي ما تقدرش تنهض ببلد وغلب مجتمعك. ازاي يمكن تجنب الوقوع فريسه لهذا؟ التوعيه. تمام. والتوعيه الدينيه اولا، التوعيه الدينيه اولا، التوعيه الثقافيه والاجتماعيه، شغل فراغ الشباب. ما هو الفراغ مع طاقه مع قوه في سن خطر، تخيل هيعمل ايه؟ لازم تفرغ طاقته، يا في رياضه يا في عمل مفيد توفر له فرص العمل، ندوات باستمرار ووسائل اعلام تتكلم عن خطوره المخدرات وتحذر منها وتحذر الاسر، ها؟ رقابه مستمره من داخل الاسره على الشباب في السن الخطر سواء للولد او البنت، عشان لما ينزل المجتمع ما يحتكش بقرناء السوق وينجرف في تيار التعاطي المخدرات. فهي تكاتف مجتمعي من كل الجهات لتوعيه النشء وحمايه هذا النشء، لان للاسف الشديد، للاسف الشديد احنا في مجتمعنا في يعني عيوب كتير جدا، وفي شباب كتير جدا للاسف انزلق تحت في الموضوع الادمان، وده محتاج تكاتف كل الجهات عشان نحمي الشباب من هذا. سيادة المستشار، ازاي المحاكم ممكن تتناول او ازاي بتتناول جرائم المخدرات؟ هي جرائم المخدرات في المحاكم اكتر من جريمه، برضو عشان نعرفها سريعا كده، في جريمه تعاطي المخدرات اللي احنا بنتكلم عليهم دول، وانا بعتبر دول مجني عليهم يعني. تمام. ومرضى نفسيين زي ما بنقول، وجريمه الاحراز او الحيازه بقصد الاتجار، ده طبعا التاجر اللي هو بيوزع المخدر، وفي جريمه اخرى هي جريمه جلب المخدرات من خارج القطر المصري. الجلب في 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 قانون العقوبات عقوبته الاعدام، قد تصل للاعدام، يعني اللي بيجلب مخدرات من الخارج عشان دخلها هنا ودمر المجتمع ده العقوبه فيها بتصل للاعدام او المؤبد. اما جريمه الحيازه او الاحراز بقصد الاتجار فالعقوبه تبدا فيها من 3 سنين وتصل الى 25 سنه بيقدرها القاضي حسب الاوراق. والتعاطي غالبا ما المحاكم بتدي فيه 6 اشهر او سنه او 3 سنين واحيانا براءه. يعني ما الجلب اتجار؟ ايوه، بس ده جلب بيوزع في فوق الاتجار، انه جلب المخدر من خارج القطر المصري يعتبر كما ذكرت هو ظرف مشدد، اصبح هو المصدر. ايوه بالظبط. ما هو اللي بيجلب المخدرات ده غير انه هو بيتاجر فيها بيوزعها، هو قاصد الاضرار بامن هذا الوطن وتدمير مجتمع هذا الوطن وتدمير شباب هذا الوطن، فيعتبر الجلب ده ظرف مشدد لعقوبه المخدرات تصل فيها الى الاعدام. سياده المستشار، عشان معانا جريمه برضو من اللي بنتكلم فيها عن رجل عامل قتل طالب بسبب خناقه على اولويه الحصول على الخبز. نعم. في طابونه. سؤالي هنا سياده المستشار، عشان الحلقه خلاص يعني تقريبا هتنتهي، امتى القتل جريمه القتل تاخد اعدام وامتى تاخد مؤاخذه؟ بص، هي جريمه القتل في الواقعة بتاعتنا دي القتل هنا بيسموه وليد الموقف، وليد المصادفه، مشاجره، انفعل، طعنه، مفيش اصرار وترصد. بالظبط، انت قلت اهو. القتل الموجب لعقوبه الاعدام او اللي بتشدد فيه العقوبه تصل الاعدام هو القتل المقترن بظروف مشدده زي سبق الاصرار او الترصد. تمام. او سبق الاصرار والترصد. تمام. ها، القتل بالسم، دس السم في العصير او الاكل بتصل العقوبة للاعدام. القتل المقترن بجنايه او جنحه اخرى قد تصل العقوبه الى الاعدام. القتل لغرض ارهابي قد تصل العقوبه للاعدام. دي جرائم القتل. اما القتل فقط في الحاله دي العقوبه اقصاها المؤبد بتبدا من 3 حد ادنى و25 سنه، يقدرها القاضي حسب ظروف كل قضيه وملابساتها وحسب الاوراق واللي بتقوله. تمام. بس ده لا يندرج تحت بند القتل الخطا ولا ندرك تحت بند اصرار الترصد. ما هو برضو احنا برضو عشان نكون منصفين، هل ممكن نسمي ده اللي هو وليد الموقف سبق اصرار وليس ترصد؟ لا، ده اما حاجه من اثنين، يا قتل عمد يا ضرب افضى الى موت ان ثبت ان الهناء الاثنين تشاجرا واحد فيهم ضرب الثاني موته. وفي كلتا الحالتين دول بياخد العقوبه المقرره من 3 ل 5. الضرب افضى الموت اقصاها 7 سنين. تمام. في القانون ضرب افضى الموت، يعني لو كانت دي مشاجره واحد طعن الثاني ده ضرب افضل اموت مشاجره، لكن قتل عمد ان هم مثلا احتدوا على بعض وده فاجئوا وراح قتلوا، القتل هنا وليد اللحظه اغتاظ زي ما بيقولوا، فبالتالي هي قتل عمد تصل العقوبه فيها الى 25 سنه. سياده المستشار، لازم ينتهي اللقاء دايما وانا متشوق ان انا اكمل حديثي. يا حبيبي ربنا يخليك. احنا ان شاء الله برضه نستكمل حديثنا في لقاءات اخرى ان شاء الله. نشكر حضرتك جدا جدا على حضورك اعزائي المشاهدين، بنشكر سياده المستشار مؤمن العقيلي المستشار القانوني، وبشكر حضراتكم ونلتقي في حلقه اخرى من برنامج عياده الاجرام، مع تحياتي عمرو لطفي، شكرا والى اللقاء.